قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حتى النبي الكريم لا يعلم الغيب، فإذا حدثنا عن أشراط الساعة فمن إعلام الله له. والناس حينما يقعون في حيرة ما بعدها حيرة لهول ما يرون وما يسمعون، في هذا الدرس وفي هذه الخطبة يزول العجب إذا ظهر السبب بطل العجب، يزول العجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبعوث العناية الإلهية أنبأ بهذا الذي حدث، فلعل الله سبحانه وتعالى يأتي بعده بالفرج. أيها الإخوة الكرام، إن من أشراط الساعة ظهور موت الفجأة في الناس وما أكثره، في الثلاثين وهو يعمل على الكمبيوتر وقع على الأرض ميتاً وهو في الثلاثين. حالات الموت الفجائي بدأت تهبط إلى سن غير معقولة، ومن علامات قيام الساعة اتخاذ المساجد طرقاً. ألا ترى إلى أفواج تعد المئات يزورون المساجد لا على أنها بيوت الله، ولكن على أنها من مظاهر التراث الإسلامي. بل إن الناس يتباهون بالمساجد على أساس زخرفتها واتساعها ومرافقها ليس غير، لا على أساس رسالتها ونتائجها وتحقيق أهدافها. ومن علامات قيام الساعة تقارب الزمان، أي قلة البركة في الوقت، فالوقت يمضي سريعا، ومن أدى الصلوات في أوقاتها بارك الله له في وقته. ومن علامات قيام الساعة كثرة الزلازل، ونحن نسمع ونرى كل يوم زلزالا في مكان أو آخر في العالم العربي والإسلامي. ومن علامات قيام الساعة ظهور الفتن وعموم شرها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. ومن علامات قيام الساعة، وهذا من أوضح ما تشاهدونه، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كلهم يريد الثروات الباطنية، وكل ما يقال خلاف ذلك لا تعبأوا به إطلاقا، كلام كذب بكذب ودجل بدجل. إن الثروات الباطنية هي الهدف الأول، والتحكم بها هو الهدف الأول. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، خمس سكان الأرض، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله مهابتكم من قلوب أعدائكم، يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من علامات قيام الساعة التماس العلم عند الأصاغر، فقد تجد تاجرا كبيرا يسلك طريقا محرما، فإذا عاتبته ونصحته يقول لك: إمام في مسجد
والله لا أذكر اسمه هو الذي أفتى لي بذلك. أيعقل أن تأخذ فتوى كبيرة من إمام يصلي في مسجد لا تعرف علمه ولا تعرف ورعه ولا تعرف سلوكه؟ فمن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، الأصاغر في العلم. كيف عقد عقد على امرأة مسلمة في بلد غربي على شاب ليس مسلما وقد قبل عاقد العقد في المركز الإسلامي أن يبقى كل منهم على دينه؟ هل بعد هذا الجهل من جهل؟ ومن علامات قيام الساعة ظهور النساء الكاسيات العاريات اللائي يغطين بعض أجسادهن ويكشفن بعضها الآخر. هذا المعنى الأول، يغطين بعض أعضائهن ويكشفن بعض أعضائهن الآخر، أو يغطين أجسامهن بالملابس الضيقة التي تصف خطوط الجسم، أو بالملابس الشفافة. ومن أدق العبارات التي تصدق على حال النساء اليوم أنهن كاسيات عاريات، مائلات مميلات. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية: فلعنوهن لأنهن ملعونات. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. وحينما سئلت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير ما تفعله المرأة؟ قالت: ألا يرين الرجال وألا يرونهن. فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام زوجها الإمام علي بن أبي طالب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني. وهذا إقرار منه على قولها. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، بل إن بعض النساء يخرجن متعطرات. وحينما أتحدث عن النساء أتحدث عن نساء المسلمين، لأن النساء غير المسلمات لا علاقة لي بهن في هذا الموضوع، أنا أتحدث عن نساء المسلمين. فقد وصفهن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعطرن وخرجن من بيوتهن بأنهن زانيات، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات قيام الساعة تصدر السفهاء وتكلمهم في الأمور العامة للناس. ولا تلقى إنسانا إلا وهو يحشر أنفه في أكبر القضايا العامة، وكأنه قطب الرحى، وكأنه المرجع الأول،
وكأنه المتخصص والمتبحر. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة. ومن علامات قيام الساعة أن يكون السلام للمعرفة، فلا يسلم الرجل إلا على من يعرف. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل، لا يسلم إلا للمعرفة. ومن أشراط قيام الساعة عدم تحري الرزق الحلال. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. آلاف الأشخاص يضعون أموالهم بربح ثابت، يقول هذا أريح من دون حسابات، فإذا أخذت ربحا ثابتا فهو عين الربا. أناس كثيرون يضعون أموالهم في مؤسسات ربوية أو في مشروعات فيها بيع للخمور وفيها منكرات لا توصف، فلا يبالي المسلم في آخر الزمان أكان دخله حراما أو حلالا. قد يبيع أشرطة إباحية وهو يصلي في المسجد، قد يبيع مجلات داعرة في مكتبته وهو يصلي في المسجد، قد يبيع كتبا هدامة في مكتبته وهو يصلي في المسجد، لا يبالي أكان دخله حلالا أم حراما. ومن علامات قيام الساعة أنه يكسر الكذب، فلا تجد إلا كذابا. قد تجلس في مجلس لا تسمع كلمة صدق واحدة، كله نفاق بنفاق وكذب بكذب ودجل بدجل. ومن علامات قيام الساعة أن الأسواق تتقارب، دلالة على كثرة التجارة وفشوها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. رواه الإمام أحمد. ومن علامات قيام الساعة أن تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين. يعني أكثر الموسرين لهم عدة بيوت، بيت لا يسكنونه تسكنه الشياطين، عدة مركبات، مركبة لا يركبونها تركبها الشياطين. هذا معنى الحديث الشريف: تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين. من شدة الترف والغنى والتبذير، حينما يعقد عقد قران ويكلف 85 مليون ومئات الألوف من الشباب لا يجدون غرفة يتزوجون بها، هذه من علامات قيام الساعة. ومن علامات قيام الساعة تباهي الناس في المساجد وافتخارهم بأثاثها وزخرفتها ومرافقها. والله مرات عديدة في زيارات لبعض المراكز الإسلامية، كلام طيب، لا أستمع إلا إلى مدح للبناء واتساع البناء ومرافق البناء وزخرفة البناء وتكبير الصوت وتبريد الماء. أما عن تحقيق الرسالة، عن تحقيق رسالة المسجد، عن تخريج طلاب مؤمنين بالله ملتزمين شرعه، هذا الحديث لا أسمعه أبدا. يذهب الناس إلى الحج ويأتون، تهنئهم على زيارتهم، يحدثونك عن كل شيء إلا الحج، عن الطرقات وعن المشاريع وعن الماء البارد وعن المصاعد الكهربائية إلى سطح الكعبة، تسمع منهم حديثا عن كل شيء إلا مناسك الحج، إلا حالتهم أثناء الطواف.
إلا صلحهم مع الله، إلا إقبالهم عليه. فمن علامات قيام الساعة تباهي الناس في المساجد، فلا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. زرت مسجداً في بعض الأقطار العربية في شمال إفريقيا كلف مليار دولار، رقم فلكي، وأنت في حرم المسجد تنظر إلى موج الماء فوق البحر. وقد استوحيت فكرة هذا المسجد من قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. مئذنته جامعة، هناك مساجد ضخمة جدا، لكن أدخل إليها في الصلوات الخمس لا أحد فيها. يتباهى الناس بالمساجد. ومن علامات قيام الساعة أن يقل إقبال الناس على الطاعات والعمل للآخرة، وينتشر الشح بين الناس، فكل من الناس يبخل بما في يديه. صاحب المال يبخل بماله، وصاحب العلم يبخل بعلمه، وصاحب الصنعة يبخل بصنعته وخبرته. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكسر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل، رواه البخاري. ومن علامات قيام الساعة، وهذا من أوضح العلامات، قتل الناس بعضهم بعضا بغير ما هدف. يعني في تاريخ البشرية القاتل يقتل، الذي يستبيح أموال الناس قد يعاقب وقد يقتل، الذي يستبيح أعراض الناس يعاقب ويقتل. أما أن يقتل الإنسان بلا سبب بلا جرم لأنه مسلم، فمن علامات قيام الساعة قتل الناس بعضهم بعضا بغير ما هدف. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ومن علامات قيام الساعة أن يكون المال العام نهبة للجميع، فلا يتورعون عن نهبه والأخذ منه. ومن علامات قيام الساعة أن تقل الأمانة وأن تثقل على النفوس شرائع الدين، وأن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه، وهذا من كبائر الذنوب، وأن يجفو الرجل أباه ويقرب صديقه، وهذا أيضا من كبائر الذنوب، وأن ترتفع الأصوات في المساجد، وأن يسود القبيلة فاسقها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان المغنم دولا، الأموال العامة دولا متداولة بين الناس، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقها وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها. وهذه كلها بين أيديكم. ومن علامات قيام الساعة أن تكسر الشرطة، وذلك لزيادة الفساد، لشدة الفساد والسرقات والاحتيال والانحراف، تكسر الشرط. ويقدم الرجل لإمامة الناس في الصلاة لجمال صوته فقط وإن كان أقل الناس علما. ومن علامات قيام الساعة أن يباع الحكم، أي أن تنال المناصب بالرشوة. ومن علامات قيام الساعة الاستخفاف بالدم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة ستا: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم. وأن يتخذ القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم
وإن كان أقلهم فقها. ومن علامات قيام الساعة أن تشارك المرأة زوجها العمل والتجارة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم، أي كثرة المؤلفات. رواه الإمام أحمد. ومن علامات قيام الساعة أن يكون الولد غيظا لوالديه لكثرة العقوق، وأن يكون المطر قيظا أي في الصيف، وأن يغيظ الكرام غيظا، وأن يفيض اللئام فيضا. ومن علامات قيام الساعة أن يتعلم لغير الدين ابتغاء منصب أو وظيفة أو مال أو مشروع. ومن علامات قيام الساعة ظهور السيارة، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات. والله مرة كنت أصلي الجمعة في بعض المساجد خارج دمشق، خرجت من المسجد، أمامي أحد الذين كانوا معي في المسجد يتجه نحو سيارته، فإذا امرأته في السيارة وهي كاسية عارية. كأن الدين في واد والالتزام في واد آخر. وظهور الترف وحياة الدعة في الأمة الإسلامية من علامات قيام الساعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي: إذا مشت أمتي المطيطاء مشية اختيال وكبر، وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم، سلط شرارها على خيارها. ومن علامات قيام الساعة أن يكرم الفسقة وأن يهان الكرام. أشير إلى بيت كنت في بلد عربي ثمنه 1,000,000,000 ليرة سورية، 20,000,000 دولار تسكنه راقصة. فمن علامات قيام الساعة أن يكرم الفسقة وأن يهان الكرام. ومن علامات قيام الساعة أن يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان. قيم جديدة لا علاقة لها بالدين، لبق، لطيف، ذكي، شاطر. شاطر يعني يأكل المال الحرام، لبق يعني منافق، هذه الفتاة سبور يعني فلتانة، كلها كلمات جديدة لانحرافات خطيرة. ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه حبة خردل من إيمان. من علامات قيام الساعة تمني الموت لكثرة الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ليتني مكانه. إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، وإذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. ومن علامات قيام الساعة أن يحاصر العراق ويمنع عنه الطعام والمساعدات، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون عنهم ذلك، والعجم ما سوى العرب والمسلمين.
رواه الإمام مسلم وأحمد.